صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما توجيه فضيلتكم للمسلمين عامة ولأهل المدينة خاصة بشأن ما يحدث من هزات أرضية حولهم؟ توبة إلى الله عز وجل، يجب علينا التوبة إلى الله، نعلم ما أصابنا فهو بذنوبنا، فعلينا التوبة إلى الله والرجوع إلى الله عز وجل، وإنكار المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الواجب علينا. هذا تنبيه للمسلمين أن يتنبهوا. نعم.